أهلا بحضراتكم. توقف تام في استيراد السيارات في مصر، عودة الأوفر برايس مرة أخرى. إيه الفارق بين الدولار أبو 70 لما كان مش موجود في البنوك وكان سعره 30 وقصور، والفارق بين إنه دلوقتي مفيش سوق سودة والمفروض التسعير في البنوك 47 48 49 بس متوفر ومفيش عربيات؟ ليه محتجز العربيات في المواني للشهر الثالث على التوالي؟ ايه الفارق في سعر العربيات بقى نفسها اللي كانت بمليون ومية رجعت 600 ثم رجعت دلوقتي تاني 800 ورايحة لمساحات، مع ان الدولار مش ب70 سوق سودا؟ ليه العربيات بس اللي بيحصل فيها كده؟ حملة اللي معاه عربية ما يفرطش فيها رجعت تاني وبزيادة، اوفر برايس رجع 5% 10 15 وصل ل 50 في انواع مختلفه. تعالوا نشوف الشعبه بتقول ايه في هذا الكلام، لان هذا الكلام موجه لكل اللي عاوز يشتري عربيه، او اللي معاه بيفكر يبيع عشان يروح للذهب او الدولار، او اللي معاه وعايز يبيع عشان يدخل في عربيه تانية. مهم جدا الوقت الزمن اللي بين النقله من العربيه لايه او من عربيه لاخرى، هتمسك الجنيه وتقف بيه عربيه قيمتها بتزيد وهي معاك وهي عليك. اسمع شوف يا سيدي، رسميا مفيش قرار بيمنع الاستيراد او بيوقف استيراد العربيات، لكن تجار القطاع وكمان الشعبة بيأكدوا ان العمليات الاستيرادية، كل العمليات الاستيرادية متوقفة من شهر مايو. لما نقفل الشهر ده يبقى التالت. طب وبعدين؟ قل المعروض في السوق، نتيجة طبيعية ارتفعت الاسعار في السوق نتيجة طبيعية، كمان عاد الأوفر برايس مرة أخرى كظاهرة نتيجة، كمان بيزيد الأوفر برايس والمساحات عمالة تتسع والمبالغ بتزيد نتيجة، كمان التجار بيسحبوا المخزون من المعارض لمخازن غير معلومة المكان، ها عشان عارفين إنها هتزيد خلاص. طيب الأوفر برايس ده المفروض لما يرجع يبقى فيه دروب كبير في الدولار في البلد، وده مش حاصل، المفروض انه مش حاصل، لكن في اوفر برايس. النسبة كانت لما الدولار ب70 كانت وصل 500 و600% زيادة في العربيات، في اسعار العربيات، وكان في تقويض في العمليات الاستيرادية، مفيش دولار وده وضع عادي. الاوفر برايس كان في الوقت ده بيعمله 150 وانت طالع 150 ألف. طب ودلوقتي رجعنا في قيمة الأوفر برايس من 150 ألف وانت طالع. ده التجار بيقولوا الكلام ده علنا. طيب رحنا لأسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، والراجل ده هو المتحدث الرسمي للشعب. هل صحيح ان استيراد العربيات متوقف؟ قال اه. من امتى؟ قال من شهرين. وبتشتكوا من ايه؟ قال كده بدأ السوق يتراجع فيه المعروض. طيب فين المشكلة؟ قال انخفاض المعروض ادى لارتفاع الاسعار. تقدر تقيس لنا نسبة ارتفاع الاسعار؟ قال 5%. محدش من التجار وافق على النسبة دي بالمناسبة، هو حنين قوي في تحديد النسبة، هو اكبر من كده جاي لك في الكلام. طب والزيادة دي ايه حكمها بالنسبة لكم في الشعب؟ قال والله هي زيادة طفيفة، بس الوضع الحالي غير مبشر، ونقدر نقول الشعبة بقى كده، الشعبة تعلن ان القادم سيكون فيه ارتفاعات قاسية في اسعار السيارات. كلام وشه من الشعبة. تمام. التجار هم السبب؟ قال لا، التجار المرة دي براءة، مش هم السبب. الارتفاعات الحالية في العربيات والمتوقعة اللي هتبقى قاسية على حد وصف الشعبة اهو، مفيش لوم على التجار، والتجار مش السبب. امال ايه؟ قال لك لا، الاسعار بتتحدد على اليات العرض والطلب، عرض بيقل طلب بيزيد، ناس بتجري عشان تشتري وتلحق، لان انت خلاص احنا الموديل بتاع 25 هينزل قريب، فين اكتوبر هتلاقيه نازل، المفروض يبقى نازل. العربيات بقى اللي بنتكلم عليها واقفه دي، ده هيبقى الموديل القديم. طيب كده في وقف استيراد، قال اه له تبعات سيئه طبعا على المستهلك وعلى التاجر، التاجر هنا المره دي ضحيه معاه. تمام، ادينا مثال. قال لك والله نيسان صاني كانت بمليون ومية ألف جنيه في بداية السنة بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ل 75 جنيه. تمام،
وكمان كان المعروض قليل في السوق المحلي. تمام، هل تحسن الوضع بعد كده؟ قال اه، بعد صفقة راس الحكمة الوضع ده تحسن جدا، لان الدولار المفروض اتوفر وب 47، وتم الافراج عن العربيات المحتجزة في المواني. عظيم، فارتفع المعروض برضو عظيم. حصل ايه بعد كده؟ قال لك والله كده النقطتين اللي بيحددوا السعر، عرض وطلب وسعر الدولار. الدولار اللي بيقضي ايا كان بقى، هو رسمه ولا سوق سوداء. بعد صفقة راس الحكمة احنا تمام. طب ما احنا في بعد راس الحكمة، واحنا رجعنا تاني في كلامنا في راس الحكمة ولا حاجة؟ قال لك لا، رحنا لعبد السلام عبد الجواد، وده عضو معاه في شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية. قال اللي بيحصل حالا في قطاع العربيات هيودي الاسعار في حتة تانية، مفهومة بلغتنا كمصريين، هتسافر الاسعار. تمام، ترجع بالسلامة. افهم بقى، عشان اللي رايح يشتري عربية او اللي ناوي يبيع عربية، الكلام ليك، الاسعار رايحة في حتة تانية. تمام، حتة تانية دي يعني نسبة ارتفاع قد ايه يا استاذ عبد الجواد؟ قال لك والله لا توصل 100% وفي فترة قصيرة. 100% وفترة قصيرة؟ ايوه، قبل نهاية السنة يعني. اه، قبل بكتير. يا سلام. طب والاوفر برايس؟ قال لك ده كانت خلصت برضو مع راس الحكمة، كانت الظاهرة دي ماتت. طب ودلوقتي؟ قال لك رجعت بكام؟ قال لك يعني من 20 ل 50 ألف ابتدت، وبعدين دلوقتي لقينا نفسنا لابسين في 200 ألف في سعر العربية الصاني نفسها، اللي التاني كان بيقول ايه؟ بمليون ومية قبل راس الحكمة، كان الدولار ب 75 سوق سود. رجعت بكام؟ ب 600 بعد راس الحكمة، على الدولار ب 47 في البنوك. النهاردة زادت 200، يبقى بقت ب 800، وحط الاوفر برايس ابو 50 بقت 850 ألف. وبيقول لك عبد الجواد هتزيد كمان الاسعار بنسبه 100% وقريب جدا، وهتروح في حته تانية، والكلام ده هتوصل 1,200,000، مع ان سعر الدولار كام؟ 50 جنيه في البنوك، مش 70 ولا 75 سوق سود. طب ما احنا بنضرب السوق ده كده بيتضرب بالامر. السوق ده سوق العربيات، قال لك دي مجرد البدايه، انما احنا رايحين لحته تانية. شكرا يا استاذ عبد الجواد. استيراد العربيات متوقف، وده مسمع وبيقول لك كل افراد الشعبه وكل التجار الشكاوى واحده، ناس بتشتكي نفس الشكوى. طب ايه وجهه نظر الدوله في هذا الموضوع؟ انتوا حاسين الدوله بتعمل كده ليه مع قطاع السيارات؟ قال والله احنا بنحتاج من 9 ل 10 مليار دولار في السنه، وده مبلغ كبير جدا في الوقت الحالي بالنسبه للدوله، يا دوب تدبر سلع غذائيه، مكونات انتاج، مواد بتروليه عشان الكهرباء، انما العربيات ادوها رقم كده بعيد شويتين. يعني الناس مش هتموت لو ما ركبتش عربيات، الدماغ اللي بيتم التفكير. فده ال10 مليار بتوع العربيات مش قادرين ندبره. نقطة تانية مهمة، صندوق النقد كان بيتغاضى في المراجعة الأولى والتانية عن موضوع العربيات ده. عادي سيبهم، ما هماش من أولويات الإنفاق. إنما الشرط الاستثنائي ده بيزول لعودة السوق المستقر، إن أنت لازم تدخل العربيات، او كل ما يبقاش عندك ظاهره من ظواهر ايقاف تاثير العرض والطلب على سعر الصرف المرن، والمطلوب منك انك تستمر في اظهار مرونته. تمام، طب افرض انت ما استمريتش في اظهار مرونته، بتراكم على نفسك فارق سعر صرف، هتقفزه مره واحده، هتعمل حاله صدمه في السوق، او هتظهر اسواق اخرى، سوق سود مع اسعار اخرى، يبقى سعرك هيبطل وسعرهم يشتغل. تمام كده، بمعنى احنا عومنا في مارس كنا وصلنا ل50، ابريل مايو شهر 6 شهر 7 على الاقل 4 جنيه، دول كل شهر بجنيه زيادة في سعر الصرف. ليه؟ لان انا ما عنديش اللي يجيب لي دولار، ده انا بالعكس زاد عليا فاتورة غاز زيادة، وقل مني قناة سويس وسياحة. فالجنيه ده في الظروف العادية، اللي هو عدد الناس السكان مع اللاجئين عاوزين ياكلوا اكتر، ازمة دواء بنحلها، وده موجود برضه، فده يخلي الجنيه ده ادنى حاجة ممكن تزيد بيها عشان تقول له انا عندي سعر مالي. فما يديك موقف العربيات وبتقول له الدواء 3 شهور عشان يتحل، والغاز عليا ل6 مليار بسد فيهم، فانا ناوي اسدد لحد يونيو الجاي ال4200 اللي باقيين لبتوع الغاز شركات النفط، فهو عايز يصفر الكلام ده كله، فده على الاقل بيتحرك.
حرك واقضي دولار. هيقول لك من لو حركت معيش اللي قطاع السيارات راح ضحيه المعيش دي. اعملوا لايك للفيديو، شيروه، وصلوا الفيديو تحت لينك الواتساب والتليجرام والتيك توك بتاعنا، اشتركوا فيهم كلهم، انضموا لعيلتنا الاقتصاديه مش هتندموا. اتبسطوا جدا، هنا عيله اقتصاديه بنحكي في منتج اقتصادي وشكل وحال السوق بتاعنا في كل القطاعات. فيديو ده عن السيارات بس، تقريبا بنتكلم في كل حاجه في الحياه في فيديوهات اخرى. اشتركوا في القناه واعملوا فولو للصفحه اللي بتشوفونا منها، شيروه لكل اللي مهتمين بالعربيات، تجار، مستوردين، موزعين، ناس عاوزه تشتري تعرفوهم. السلام عليكم ورحمه الله، تقبلوا تحياتي محمد محيي.